معلومات عن ببغاء مكاو. الفرق بين الذكر والأنثى متى يبلغ؟ وما هو متوسط عمر هذا الببغاء؟ وما هو موسم تزاوج هذا الببغاء؟ وما الفرق بين الذكر والأنثى؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قناتكم الحياة عجائب، معلومات عن ببغاء مكاو. توجد أنواع عديدة في الطبيعة للببغاوات، فمنها كبيرة الحجم، ومنها متوسطة الحجم، ومنها صغيرة الحجم. ويعد ببغاء مكاو من أكبر الببغاوات حجما، إذ قد يصل طوله إلى 85 سنتيمترا، ويصل وزنه من 90 جرام إلى كيلو، وقد يصل إلى كيلو ونصف الجرام. كم يعيش ببغاء مكاو، أو ما هو متوسط عمر هذا الببغاء؟ يعيش هذا الببغاء من 50 سنة إلى 60 سنة، بل إن هناك ببغاء مكاو والذي يسمى تشارلي. هذا الببغاء وهو من أكبر الببغاوات المعمرة، إذ قد سجل أنه عاش 114 سنة، والذي سجل رقما قياسيا في عمر هذا الببغاء، فهو من الببغاوات المعمرة، فقد يصل عمره إلى فترة طويلة عند الاهتمام والاعتناء به. ولكن متى يبلغ ببغاء مكاو ويصبح جاهزا للتزاوج؟ يبلغ ببغاء مكاو من عمر 6 سنوات إلى 7 سنوات، هذا هو الأفضل، وقد يبلغ بعد 4 سنوات، ولكن الأفضل لعملية التفريخ والتزاوج أن يتم التزاوج والتفريخ منه عند عمر 6 سنوات أو 7 سنوات. كيف نعرف عمر الببغاء؟ نعرف عمر الببغاء من خلال الدبلة في رجله، ويكون عليها التاريخ الذي ولد فيه، ويعرف الببغاء يعرف عمره من حدقة العين. فالحدقة عند الصغير كما هو واضح في الفيديو، الحدقة عند الصغير لا تكون موجودة، وكلما كبر الطائر كلما ظهرت الحدقة وبانت واتضحت أكثر، وكلما كانت الحدقة كبيرة كلما كان الطائر كبيرا. فحدقة العين كلما كانت أوسع كما نرى وواضحة، فإنها تدل على أن هذا الطائر كبير في السن، فالفرخ الصغير لا يكون عنده حدقة، ورجل الكبير يكون فيها خشونة، وأظافره تكون كبيرة مقارنة بالصغير. ولكن كيف نستطيع أن نفرق بين الذكر والأنثى؟ كيف تستطيع أن تميز بين الذكر وبين الأنثى؟ هناك طريقين اثنان. الطريقة الأولى أن تقوم بتحليل DNA، الحمض النووي، وهذه الطريقة طريقة مضمونة تثبت لك الذكر من الأنثى بطريقة مضمونة 100%. أما الطريقة الثانية وهي تأتي من الخبرة، فتستطيع أن تميز بين الذكر أن رأس الذكر تكون كبيرة وتكون مربوعة تربيعة كاملة، رأسه كبيرة أكبر من الأنثى، ويكون منقار الذكر الأعلى أضخم وأكبر من الأنثى. أما عن موسم إنتاج هذا الطائر، فإنه ينتج في الربيع، يتزوج هذا الطائر في فصل الربيع. ويجب أن نعلم أن الببغاوات في الأصل لا تلتزم بموسم الإنتاج، فقد تبيض في الشتاء، وقد تبيض أيضا في الصيف إذا وفر لها جو مناسب. فالببغاوات في القفص لا تلتزم بموسم الإنتاج، أما الببغاوات في الطبيعة فإنها تلتزم بموسم الإنتاج الذي يكون في الربيع. وتضع أنثى المكاو من البيض ما بين بيضة واحدة إلى 3 بيضات، وترقد عليها 28 يوما. أما عن مدة الفطام فيتم الفطام بعد 90 يوما.
وتبيض أنثى المكاو مرة واحدة في السنة، وقد تبيض كحد أقصى مرتين في حالة إذا أخذت الفروخ للتأكيل اليدوي، ويفضل التأكيل اليدوي نظرا لارتفاع ثمنه ونظرا لسهولة التدريب بعد ذلك، ويصل سعر الفرخ الصغير إلى 25,000. أما عن القفص المناسب لهذا الببغاء، فإن هذا الببغاء يحتاج إلى قفص كبير لا يقل بحال من الأحوال عن 1.5 متر، أقل شيء في قفصه ألا يقل عن 1.5 متر، وكلما زاد هذا القفص كلما كان أفضل. أما عن العش المناسب للتفريخ ولوضع البيض فيه، فإنه يكون مثل صندوق كبير كما نرى، ويتزوج الذكر أنثى واحدة فقط يظل معها طول الحياة. ماذا يأكل هذا الببغاء؟ إن مما يميز هذا الببغاء أنه يأكل كل شيء، إنه يأكل الحبوب ويأكل المكسرات والفواكه والخضروات بجميع أنواعها، والحبوب المستنبتة وبذور عباد الشمس والفواكه المجففة. وينبغي عليك يا أخي الحبيب أن تقدم لهذا الطائر جميع أنواع الفواكه والخضروات والحبوب، وأن تنوع له في الطعام. نصائح عند شرائك لهذا الببغاء، فهذا الببغاء ثمنه مرتفع، فيفضل أن تشتري هذا الببغاء من مصدر موثوق. يجب عليك أن تشتري هذا الببغاء بعمر صغير، أن يكون بعد الفطام مباشرة إذا لم تكن تحسن التأكيل اليدوي، فيفضل شراؤه بعمر صغير حتى يتعود عليك وحتى يسهل عليك تدريبه. ومن عيوب هذا الببغاء منقاره الكبير، هذا المنقار الكبير يستطيع أن يقطع أصبعك، إنه يكسر حبة الجوز، إنه يكسر عين الجمل. إن منقار هذا الببغاء يستطيع أن يحدث ثقبا كبيرا في الشجرة، إنه منقار كبير ضخم. قوة هذا الببغاء في هذا المنقار، لذا يجب تدريب هذا الببغاء وتأكيله تأكيلا يدويا حتى يكون في يدك كالعجين. ويفضل عند تربية هذا الببغاء إخراجه من القفص واللعب معه حتى لا يصاب الببغاء بالملل. ومن مميزات هذا الببغاء أنه ببغاء اجتماعي من الدرجة الأولى، ويرتبط بصاحبه جدا. ومن عيوبه أن صاحبه إذا أهمله فقد يصاب بالملل أو الاكتئاب. أما عن صوت هذا الببغاء، فمن عيوب هذا الببغاء صوته المرتفع وكثرة ثرثرته، فعليك إذا أردت أن تقتني هذا الببغاء أن تعلم أن هذا الببغاء يحدث ضجيجا وصوتا مرتفعا. وأما عن طفرات هذا الببغاء، فله ألوان متعددة قد تصل إلى أكثر من 17 نوعا، فمنه الأزرق ومنه الأصفر ومنه الأحمر، ومنه ألوان ساحرة خاطفة للأبصار. ببغاء مكاو والقدرة على الكلام، إن مما يميز هذا الببغاء هو قدرته على الكلام. بعض الناس يرون أن ببغاء الكسك الأفريقي الرمادي هو الأفضل من حيث الكلام، ولكن هذا الببغاء ببغاء مكاو يعد أيضا ببغاء متكلما من الدرجة الأولى. ومما يميزه عن ببغاء الكاسكو الرمادي الأفريقي هو شكله الجميل وألوانه الساحرة. ومن عيوب تربية هذا الببغاء أن منقاره يكون حادا، ويستطيع هذا المنقار أن يقطع الأسلاك وأن يقطع الثياب، فعلى المربي أن ينتبه لهذه الأمور. وفي الختام نرجو أن تكونوا جميعا قد استفدتم بهذا الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.